حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المكاسب عقب الفوز على نظيره كانوسبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لدوري أبطال إفريقيا. جاء هذا الفوز الذي حققه الأهلي خارج الديار ليمنح فايلر ثقة الجمهور الأحمر بعدما نجح في اقتناص الانتصار في ظروف صعبة وعلى ملعب أرضيته سيئة، خاصة وأن الأهلي قدم أداء جيدا وأحرز هدفين وأضاع بعض الفرص، حيث جاء الفوز في وقته بالنسبة للمدرب السويسري خلال مباراته الرسمية الأولى مع الفريق. الأهلي حقق فوزا خارج أرضه ليمنح سلسلة عدم الفوز خارج ملعبه التي لم يحققها من خلال فترة طويلة وليكسر هذه السلسلة، حيث كان آخر فوز حققه الأهلي خارج أرضه في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة قبل الماضية عندما فاز على الترجي التونسي بهدف من دون رد، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في المباراة التي أقيمت بتاريخ 17 من أغسطس عام 2018. يعد الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الغريم التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على لقب بطولة كأس السوبر المصري من أبرز المكاسب، حيث سيخوض اللاعبون والمدرب السويسري اللقاء بمعنويات مرتفعة سعيا نحو التتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير الحمراء. من المكاسب أيضا تمكن الجهاز الفني خلال هذا الانتصار من الحكم بشكل عملي على لاعبيه من خلال مباراة رسمية في أجواء صعبة، وتمكن من تكوين رؤية عملية بشكل مبدئي على لاعب الفريق، بجانب أن الفوز ذهابا خارج الأرض سيمنحه فرصة كبيرة للاستعانة بلاعبين آخرين في لقاء العودة، مما سيعطيه أريحية كبيرة بعدما وضع قدما في دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.